مرحبا مستمعينا، راح نكون أنا وياكم اليوم، أنا وإنتو وزميلي كمان أسامة عيسى بحلقتنا لليوم. يا هلا في الجميع، يا هلا في المستمعين الرائعين، وشكرا كتير لك حبيب القلب. راح نبلش بفقراتنا لليوم. فقرتنا الأولى الأكراد والخرائط الأمريكية، الفقرة الثانية حرب باردة بالوكالة، الفقرة الثالثة الأسد وإجازات سياحية بالجملة، وعنوان حلقتنا حروب إرهاب وحروب تقسيم. مستمعينا، الفقرة الأولى من حلقة اليوم راح تكون مقال الكاتب غسان شربل كتب بصحيفة الحياة، مقال بعنوان أكراد وخرائط. قال الكاتب في هذا المقال: بدأ الفصل الجديد من حياة الأكراد في الشرق الأوسط بزيارة سرية وقرار باغتنام الفرصة التاريخية. كانت زيارة من قماشة ما يعرف في عالم الأجهزة الأمنية بزيارة سرية، لا خبر ولا صورة ولا دليل ولا أثر، لا تأشيرة دخول ولا تأشيرة خروج، لا اسم في مقر الإقامة ولا قدرة للإعلام على رصد ما يجري. كان ذلك في ربيع عام 2002 في إطار من السرية الكاملة. دعت وكالة الاستخبارات الأمريكية زعيمي الأكراد في العراق جلال طالباني ومسعود برزاني إلى زيارة حساسة لإبلاغهما أمرا شديد الأهمية، وشددت على إحاطة الرحلة بستار كامل من الكتمان. تمنت أيضا ألا يصطحبهما غير نفر قليل من المساعدين الموثوقين، لأنه شكله في بيقولوا هلأ في خرائط جديدة عم يسعون للأكراد، أو كانوا عم خلونا نقول التمنيات كردية بس الخريطة بتكون أمريكية. عرفت شلون؟ فالتمنيات كردية والخريطة أمريكية. أول شيء، أول ما بلش المشروع بلش بالعراق، لما هذا اللي عم بيحاول يأصل له الكاتب فعلا، لما حطوا مسعود برزاني وحطوا حطوهم بإقليم كردستان، كان أول شيء على أساس حكم فدرالي خلينا نقول، أو بيتمتع نوعا ما باستقلالية القرار. بالضبط. فبعدين هدول الجماعة قالوا لك أنه بس هدول ما بيكفوه. هلأ مسعود برزاني أو طالباني وهدول وهالشلة، هي شلة الأكراد اللي موجودين بإقليم كردستان، عم يلعبوا على وتر المطالبة بالانفصال عن العراق وتأسيس وطن. هلأ نبلشوها بأنه استفتاء شعبي وكذا، ويعني نحن بس نشوف رأي الشعب. بالضبط، هي تمهيد طبعا. بالضبط، هي بتبلش كلعبة مثل هيك. فمو مستغرب يعني أنه الاستخبارات الأمريكية داعي هدول الأكراد. لما قالوا انه اتفاقية سايكس بيكو الى فترة وبتخلص، ما كانوا عارفين انه رح يجي بعدها كمان اتفاقية سايكس بيكو من نوع اخر كمان بالشرق الاوسط. سايكس بيكو كان عبارة عن تقسيم سوريا ولبنان والاردن، هلا الدول المعروفة طبعا، وفلسطين. وهلا السايكس بيكو الجديد الله اعلم شو رح يطلع لنا، ب 700 دولة، دولة كردية ودولة علوية ودولة شيعية، ما بنعرف. الحرب هلا قائمة على مين بده يستوطن أكتر ببقعة مكانية معينة مشان التقسيم اللي جاي. التقسيم الجاي جاي، بس ما بنعرف مين اللي راح يكون موجود، أو مين الدولة اللي راح تخلق مجددا واللي راح تسبب لنا أهوال. بيكمل الكاتب وبيقول: لم يكن اللقاء بروتوكوليا، أي لقاء CIA مع طالباني وبرزاني. نعم. لم يكن اللقاء بروتوكوليا، ولم تحدد أي مواعيد مع كبار المسؤولين لمنع الإعلام من التقاط ما يخطط. اقتصر الحضور من الجانب الأمريكي على مسؤولين فاعلين من البيت الأبيض والخارجية والدفاع والاستخبارات. كانت الرسالة الأمريكية واضحة: الأمر لا يتعلق هذه المرة بمناورة أو تهديد، الحرب آتية وستقتلع نظام صدام حسين. يعني الجماعة مثل ما بيقولوا الأمريكان قبل ما يفوتوا على العراق اشتروا جماعات، اشتروا الأكراد الموجودين هنيك للأسف. طبعا ما منعمم نحن، أكيد لا منعمم ظلم يعني، بالضبط. لكن نحن عم نحكي عن حالة سياسية. بالضبط، اشتروا الأكراد واشتروا الضباط، للأسف الضباط اللي كانوا مقربين من نظام صدام حسين للفترة الماضية،
اشتروا الضباط قبل ما يفوتوا، اشتروا الأكراد قبل ما يفوتوا مشان يعملوا هالدولة هاي. طبعاً والتقسيم جاهز يعني. وطبعاً عموم الشيعة يعني، أو مش عموم، خلينا نحكي قيادات الشيعة كانت مسلمة ومهللة ومطبلة للاستعمار الأمريكي بالضبط. وللاحتلال الأمريكي بالضبط. حتى لاحظ يعني المناطق الشيعية ما كان يوصل للاحتلال الأمريكي للعراق ولا أقليم كردستان نفسه، حتى ولا وصلوا شيء يعني. بس بالوقت اللي كنا نشوف فيه العراق عم تتدمر، كنا نشوف المناطق الشيعية وإقليم كردستان عم يتعمر. يعني ما كنا نعرف إنه هاي رسالة أمريكية واضحة مثل ما بيقولوا، إنه كانوا جايين بدون يقتحموا العراق، بس بنفس الوقت جايين يقسموه. يعني جاهزين أنت وأنت وأنت وأنت، ثلاث روس، حدا عن السنة، حدا عن الشيعة، حدا عن الأكراد، كل واحد بياخد له منطقة معينة ونحن منفوت ناخد اللي بدنا إياه ومنفتت العراق. وهن فعلا فتتوا. صحيح. يعني هون بيكمل الكاتب من باب يعني التأصيل للتاريخ الكردي الأمريكي. هو عم حاول أكيد يعقد مقارنة ما بين ما حصل في العراق وما حصل أو ما سيحصل في سوريا. يكمل ويقول: لم تكن القصة بسيطة على الإطلاق. طالباني تربطه علاقات قوية بإيران التي تعتبر أمريكا الشيطان الأكبر. وبرزاني دائم الشكوك بالوعود الأمريكية، ولم ينسى الدور القذر الذي لعبه هنري كيسنجر في اتفاق الجزائر بين الشاه وصدام حسين الذي تحول نكبة للثورة الكردية في السبعينيات. وعلى رغم المخاوف والشكوك وما يكتنف علاقتهما من مرارات ومنافسات، اعتبر الزعيمان أن على الأكراد عدم إضاعة فرصة تاريخية، اتفقا على رهن أي تعاون مع الأطراف الأخرى في المعارضة بموافقتها على قيام عراق فيدرالي. وهكذا ولد إقليم كردستان العراق في دستور عراق ما بعد صدام. كانت الزيارة السرية الشرارة التي أيقظت رغبة الأكراد في ترجمة حلم قديم. معروف يعني كنا اليوم عم نحكي بقصة أنه تعرف شو عمل نظام حفظ الأسد؟ إذا بدنا نيجي على التجربة السورية، نظام حفظ الأسد شوه الأكراد، نفاهن، عاملهم بدونية، كانوا منقوصي الحقوق بالضبط يعني. كانوا منقوصين الحقوق، لا جنسيات ولا حتى تعليم. للأسف كنت شوف بعض الأكراد وأنا بسوريا ما عندهم تعليم مدارس بالمرة، رغم أنه من حقهم. يعني بتسألوا أنه أنت ما درست، بيقول لك ما بصح لي، ما بيخلوني أدرس، ممنوع أن أدرس. فقلت له أنت من وين؟ قال لي أنا كردي. فانه بتستغرب قديش كان انه نابذهم يعني هدول الناس، بس في سبيل انه يعمل شيء. يعني رغم انه قاطنين الاراضي السوريه بالحسكه وبالرقه وموجودين بعده مناطق من سوريا، بس استبعدهم ونبذهم لهدول الناس. ليش لحد الان ما بنعرف. كان عم يحاول يعمل من هدول الناس بوتقه ليهدد فيها دول اخرى، مثلا يهدد فيها العراق، انه انا مثلا ما بوطن هدول الناس او ما بعطيهم جنسيات، رغم انه هن سوريين وعايشين بهذا البلد من زمان. يعني ورقه ضغط بايده بالضبط، ورقه ضغط كيف ما بده بالضبط. ورقه ضغط قال لك على تركيا، كان بيلعب على هذا الوتر، على تركيا زمان وعلى العراق. كان نظام تخريبي، مهمته التخريب بس، ما كان همه الشعب او المواطن او النسيج الاجتماعي السوري اللي منه الشيعي والسني والدرزي والعلوي والكردي. ما كان همه هذا النسيج انه يطبع على طبع حب الوطن او حب البلد، اكثر ما كان يحاول يغرس فيه حب النعرات والكره للغير. طبعا هو للاسف يعني دائما الدول الكبرى هاي اللي عندها نزعة استعمارية بتلعب على المكونات اللي موجودة في البلاد العربية. يعني مثلا الاكراد حتى الان في تركيا يعني شهد هذا الحلم، رجع يستيقظ عندهم ورجع يحاولوا ويرجع يطالبوا فيه ورجع يحكوا فيه. وطبعا الآن روسيا أكيد لها دور ولها يعني مصلحة في تغذية، بدها تربي تركيا بهذا الموضوع، موضوع طبعاً. الأكراد أنه يلا منعملهم بلد ومنضمه، يعني مثل ما بيقولوا مثل ما قلنا اتفاقية سايكس بيكو جديدة، أجزاء من سوريا وأجزاء من العراق وأجزاء من تركيا، وتركيا ما بدها هذا الشيء طبعا، لأنه هذا الشيء راح يفتت الوحدة التركية، راح يفتت يعني راح يكون دور كثير قذر عم تلعب، راح يكون جهنم يعني. وعلى هالسيرة، على سيرة تركيا، بيكمل الكاتب وبيقول عن التطورات بالمنطقة كيف بتتابع الحكومة التركية. بيقول الكاتب: يتابع أردوغان التطورات ويرجع متوترا.
كأن القرن الحالي يعتذر من الأكراد عما ارتكبه بحقهم القرن الماضي. قبل 100 عام رسمت الخرائط في غياب الأكراد، وعلى حسابهم توزعوا أقليات مقهورة في 4 خرائط، وتنافست حكومات 4 بلدان في محاولات طمس هويتهم ومصادرة حقوقهم. الآن على الخرائط أن تأخذ تطلعات الأكراد في الاعتبار إذا أرادت الاستقرار وتفادي النزاعات التي لا تنتهي. إنه المخاض الدموي الطويل، يعني هو بيقول الكاتب هون إنه المخاض طويل أو دموي. نحن منقول قصة الوطن البديل هي مو من أكراد سوريا، كانت هي من حزب العمال الكردستاني. هذا الحزب المدجن والمدعوم كان سابقا استخباراتيا سواء من روسيا ولا من أمريكا، زمان من لما كان بتركيا كان بس واجه محطوط، وحتى كان مدعوم من النظام، كان واجه محطوط بس ليحارب فيه تركيا أيام زمان. فهذا الحزب المدجن موجود بس لمهمة، وهلأ مهمته لما دخل قوات على سوريا على أساس مفكر أنه بده وطن بديل ونفذ اتفاقية سايكس بيكو الجديدة اللي بيقلك أنه شرق أوسط جديد. يعني الله أعلم قديش الشرق الأوسط هلأ رح يحوي دول، يعني بدل ما تكون هلأ سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ولبنان هلأ رح يصير شي 700 دولة. طبعا هنا حتى يكون المكون كله ضعيف. على شوف على ذكر تركيا والأكراد، الحق يقال انه يعني نظام حكم أردوغان كثير حاول هو يعني يمتص الأكراد، كثير حاول او بالتحديد هاي الأحزاب اللي عندها. خلينا نقول هن أكراد أتراك، يعني معهم جنسية ومعهم كل شيء، أبناء من هذا الوطن، مثل ما في درزي، مثل ما في شيعي، مثل ما في سني، مثل ما في تركماني، مثل ما في شركسي. فهي الشغلات ما إلى علاقة شو الأصل أنا، بس أنا ابن مين، ابن وين أنا؟ أنا ابن سوريا. أنا شو عندي مثلا مطالب؟ أنا عندي بالضبط. مطالب معينة بتعمل شرخ في الدولة. لكن مع هيك ما حاربهم من البداية، ما يعني أشهر في وجوههم السلاح، لا كان بالضبط. يحاول قدر الإمكان يا جماعة لا 1 2 3، لكن هم بالضبط كانوا بيتشاركوا بالأرض. يعني طبعا هلأ هم استقواءهم سواء اللي في تركيا أو اللي في سوريا، استقواءهم بروسيا يعني بالضبط. ونحن حكينا قبل هيك، حكينا يعني اللي بيستقوي بروسيا راح يصدم، معروف التجارب، يصدم بيوم الأيام. التجارب معروفة، يعني التجربة بليبيا معروفة، والتجربة باليمن معروفة، والتجربة بمصر معروفة، فكلنا دول كانوا معولين على روسيا، فواضح يعني ومبين شو اللي صار. فاصلوا منرجع. بمقالتنا الثانية بحلقة اليوم، مقال الكاتب جميل مطر بصحيفة الحياة بعنوان سباق نحو سوريا في الأمر الواقع الجديد، بيقول عادت تدق طبول الحرب العالمية الثالثة، حرب لا أحد مستعد لها ولا أحد يريدها، وإن تشبث أو نشبت فستكون السبب في هذه الفوضى العارمة في العلاقات بين الدول، إقليمية كانت أم دولية. التهديد الذي أطلقه رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف بينما يناقش وزراء دفاع الناتو فكرة التدخل في حرب سورية، لا يجب أن تؤخذ إلا على أنه تحذير للغرب والعرب من أن الساحة السورية لم تعد تحتمل أجانب على الأرض أكثر مما هم فيها الآن، وأن إضافة جيوش جديدة تؤدي احتمالاً أو حتما إلى أخطاء في حسابات القادة العسكريين، وتؤدي بدورها إلى صدامات غير متوقعة ولا مطلوبة. الحرب العالمية يمكن أن تنشب بينما العالم إذا استمر في تدهور الوضع في الشرق الأوسط على ما هو عليه، حالة حرب الجميع ضد الجميع، هذه العبارة التي وردت على لسان زعيم روسيا لا يجب أن نأخذها كإهانة للعرب بقدر ما يجب أن نعتبرها تحذيرا من رئيس دولة عظمى إلى زعماء دول إقليمية بأن الفوضى الناشبة في الشرق الأوسط سوف تتسبب في تدمير ما حققته شعوب المنطقة من تنمية أو تقدم. شوف هو يعني ظاهر هلأ هذا الكلام في مقابله كلام برضو، يعني بالضبط. انت لو انت تجي تعمل دراسة متفحصة لتصريحات القادة الروس او حتى مسؤولين في الناتو او حتى تصريحات لمسؤولين امريكيين كتير كبار، بتلاقي انه يعني في وفاق معين خفي. طبعا بين روسيا وبين امريكا وبين السياسات اللي عم يرسموها في المنطقة. يعني انا حكيت لك بالحلقة يمكن مو الماضي اللي قبل، ما عدت آمن إنه روسيا وأمريكا أعداء.
يعني هذا شيء صار صعب لأنه كثير الباب هدول الباب يعني صار لي على الأرض يعني خلص على ما يبدو أنه حترجع العلاقات كما القصة هون ما بعرف بنمح إلا الكاتب بيقول أنه وكأنه بوتين جاينا بنصيحة يعني لم تستحي ففعل ما شئت أنه ما بعرف أنه بوتين اللي عم يقول أنه هي التدخل مثلا قوات أجنبية زيادة بيقول لك زيادة ليش زيادة ما أنت أجنبي الميليشيات العراقية أجنبية هو أيضا اعتراف خلينا نقول اعتراف وكمان خلينا نقول قلة أدب شوي يعني هذا الكلام بدينه من فمك ودينك يعني لأنه أنت كأنك عم تقول أنا كمان غريب بس خلص بكفي يعني لو بالضبط وهو بيعرف وبيقول لك اعترف بعظمة لسانه وبيقول لك أكثر من الأجانب اللي موجودين فيها ما شاء الله عندنا سماء متعددة الجنسيات يعني حبلة بالطيران الغربي 184 دولة بتحارب تصور على أساس الحرب ضد داعش على أساس روسيا من ناحية بتخصف المدنيين وأمريكا من ناحية بتدعم الميليشيات الكردية ليقتحموا بعض المناطق والدول الباقية بتلتهي بتنظيم الدولة على أساس يعني قصفوا بتنظيم الدولة بيقول لك أنه أمريكا صرحت أنه مخزونة من القنابل الذكية تعرض للنقص تصور مخزون أعظم دولة بيقول لك على قد ما خبطت بتنظيم الدولة طبعا هذا الحكي كذب طبعا بغض النظر عن لو صحيح كان شفنا نتائجه يعني. بالضبط عن ماهية التصريحات فأنه بيقول لك هون أنه ليش هلأ روسيا جاي بتقول لك أنه ما بدنا أجانب أكثر من اللي راحوا ولا على سيرة التدخل اللي كان اللي لوح فيه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مبين أنه في ناس هلأ عم تحس بالخوف شايف لك سواء روسيا ولا غيرها روسيا بتعرف حالها ما رح تقدر تفوت بصدام مع السعودية تعرف انه امريكا وراها بغض النظر عن يعني شو يعني واحد بطل شوف من هاي الامور بطل يعرف يعني حاليا الجميع مترقب الجميع عم بيشوف شو اللي عم بيصير هل فعلا رح تتدخل تركيا والسعودية بريا كما عم يطلقوا من تصريحات لأنه هن قبل هيك أطلقوا تصريحات كثير تعودنا على التصريحات تماماً. كثير تعبنا. طيب دخلوا هل رح يكون تدخل ناجع طيب كان تدخل ناجع هل رح يصب في مصلحة الثورة والسوريين اللي عم بيعانوا بعدين طيب هل رح تسكت إيران هل رح تسكت روسيا إيران طيب إذا إيران بدها الجائزة الكبرى ما بدها بشار الأسد بعته من زمان يعني مثل ما قلنا بحلقات سابقة أنه الروس والإيرانيين عرضوا راسه بالبازار الدولي بس شو بدي لك أرخيص يعني ما حدا اشترى طبعا ما حدا اشترى عرفت شلون فهي بتدور على الجائزة الكبرى أو خلينا نقول أنت إذا بدك تبيع قطعة لإلك تعمل له ايدين ورجلين وبتعمل له انه متعدد الاستعمالات وهن هلا هيك بيغلوا براس النظام عم يعيدوا انتاجه وبيغلوا فيه ليبيعوه طبعا يعني وهل من شر نحن شفنا كيف كان النفس اللي عم يحكوا فيه في بداية يعني لما كانت بدها تنطلق المحادثات في جنيف كانوا أقوى يعني بطريقة معينة لأنه في عارفين أنه وراهن روسيا وراهن إيران روسيا كانت المحادثات شغالة من هون أو بدها تبلش من هون وهن نازلين قصف 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 عارف النظام أنه هو عنده هلأ نقاط قوة يعني هو هلأ بحضن الملالي بس يعني شكله الحضن مو دافي كتير مع الأيام الجاية بلش يبرد بالضبط خلونا نكفي المقال بيقول الكاتب من المهم بمكان الاعتراف بأن الصراع على سوريا أو في سوريا بات يؤثر على أو في العلاقات عند القمة الدولية بأكثر مما أثرت أزمة أوكرانيا أوكرانيا ساحة محرمة عسكريا على الغرب بحكم التصاقها بروسيا مثلها مثل غيرها من مساحات الجوار الروسي أما سوريا فساحة مختلفة سوريا ساحة مفتوحة لكل شيء من شاء أن يدير فيها صراعات إقليمية والله سوريا مفتوح لكل شيء لا الحرب لا تجارة تصفية حسابات حروب الوكالة حروب باردة تجريب أسلحة مناورات يعني بالضبط كل شيء شايفين صحراء وبقول لك يلا بنعمل فيها اللي بدنا إياه فالمهم الكاتب بيكمل وبيقول أما سوريا فساحة مختلفة سوريا ساحة مفتوحة لكل من شاء أن يدير فيها صراعات إقليمية ودولية ولكل من شاء أن ينشب فيها حربا طائفية أو مذهبية أو إيديولوجية الساحة في سوريا تعج بالفعل بالمغامرين من كل جهة وتوجه يعني من المعروف هلا أنه صارت الساحة السورية بس لتحقيق المصالح لحروب الوكالة مثل ما ذكرنا لحروب باردة للطائفية للمذهبية أي شيء
بدك إياه، بدك اتفاقية جديدة تعقدها مع حدا، بتروح بتعمل شيء بسوريا وبترجع، وكأنه تريننج هنيك يعني تدريب، بتروح لهنيك بتتدرب شوي وبترجع يعني، أو تاخد دواء تثبت نفسك يعني. أنا بالضبط يعني إنه ما تكون تعقدوا معنا اتفاقية والله نروح على سوريا يعني، نفرد شوية عضلات ونحقق يعني شوية مكاسب. المضحك المبكي إنه حولونا سوريا جهنم يعني، للأسف للأسف يعني ستعود، حتما ستعود، حتما ستعود. المهم بيقول الكاتب، حتى أنه حين قررت الدول الكبرى تشكيل حلف عسكري من عشرات الدول لمحاربة داعش، لم تحاول دولة واحدة من هذه الدول النزول بقواتها إلى الأرض. استمرت الحرب بالقصف البحري واقتتال بين ميليشيات وحكومة دمشق مولتها بنفسها ومع أطراف خارجية أخرى، إلا أنه عند اللحظة التي أعلنت فيها دول بعينها عزمها إنزال قوات برية على أرض سوريا، ثم عندما خرج مسؤول في حلف شمال الأطلسي يعلن عزم الحلف التدخل في الحرب، لم تسكت موسكو وما كان يمكن أن تسكت. طبعا مثل ما قلنا، موسكو مثل غيرها من العواصم اللي بعتت طيارات على الأجواء السورية على أساس والشماعة مثل ما بيقولوا داعش. وطبعا أنا وأنت والكل بيعرف مين بتقصف، بس بيقولوا كذب كذب لحتى أنت تصدق الكذبة والناس اللي حواليك يصدقوها. قصفت طبعا المعارضة وقصفت المدنيين وما خلت هدف إلا يعني، إذا قصفة 100% تمام، يمكن نص 1% على داعش، أو عفوا على أطراف بالغلط. لا لا هو بالغلط. على الأغلب بالغلط، على الأغلب. شوف بيكمل الكاتب بيقول هاي طبعا وجهة نظر نحن بننقلها للمستمعين، بيقول لا أظنه أن لا نقبل الرأي الآخر التشبيحي، هي تذكرها. طبعا نحن نقبل الرأي الآخر طالما أنه في النسق يكون الحر متوازن، يكون متوازن. أيوة، أما نسق العبودي نحن ما عندنا ما عندنا بالضبط، بطلنا. جميل، بيقول لا أظن أن روسيا ستتراجع أو تتنازل عن أي مكسب إقليمي جنته من وراء حملتها الجوية في سوريا. قد تكون في حاجة إلى فترة قصيرة أخرى، شهر مثلا، لتفرض أمرا واقعا جديدا في سوريا، ومن خلاله تفرض مستقبلا لها في الشرق الأوسط. ويقول أيضا الصراخ الصادر من أنقرة سواء بهدف تحفيز دول الاتحاد الأوروبي والناتو على تصعيد التدخل في سوريا لن يجدي، ولن تجدي كذلك محاولات مقايضة اللاجئين السوريين المحتجزين لديها بموقف أوروبي وعالمي معادل للأكراد عموما والسوريين بخاصة، ولن تجدي مشاعر المرارة الشديدة لدى حلفاء أمريكا والمنطقة، وإن كشفتها عبارة أردوغان الشهيرة واسألوا السعودية. يعني هلأ معروف أنه أردوغان من الأول كانت تصريحاته واضحة وصريحة، بيقول لك أنه أنا ما بدي أكراد، أو خلينا نقول ميليشيات كردية. ميليشيات الكردية معروف شو هدفها، بس للأسف ما حدا عم يرد عليه وعم ينفذ بوعده. هو مبارح وأول مبارح صار في قصف لمواقع الميليشيات الكردية اللي بيقولوا على أساسه موجودة لمحاربة تنظيم الدولة ولحماية البقع الكردية اللي موجودة بسوريا بالشمال السوري، بس هي عم تتقدم تقتض ماشي على سياسة اقتطاع الأراضي على قريتين. طب هدول شو بالنسبة؟ بالضبط شو يعني، ما فيهم أكراد، بس اقتطاع أراضي ومن الثوار، ولا فيهم تنظيم الدولة ومن الثوار يعني، وبمساعدة روسية وأمريكية اللي بتقلك بدنا حل بسوريا وما بدنا نقصف المعارضة وما بدنا يعني الحبل بالنابل. بتحس كل مسؤول سواء روسي ولا أمريكي ولا إيراني بيجي معه ثلاث تصريحات جاهزة، هذا بيجي مكيس معلبة مبكتة يعني، بيجي هذا تصريح للعالم، تصريح للدولة اللي هو فيها، تصريح بخص الأزمة يعني أنه مشان الله رحمونا. تماما يعني، اسمعهم ما يحبوا أنه يسمعوا. بالضبط. كان عنوان حلقة اليوم حرب على الإرهاب وحرب على التقسيم، حكينا بعدة فقرات، الأولى الأكراد والخرائط الأمريكية، الثانية حرب باردة بالوكالة، الثالثة الأسد وإجازات سياحية بالجملة. للاستماع لحلقتنا فيكم تتابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كنا معكم بالإعداد وتقديم هادي أحمد وأسامة عيسى، وكان معنا من الهندسة الإذاعية مهند القصوص. إلى اللقاء. أسبرين، تقديم وإعداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015.
تسمع راديو أوريون.